بالواقع القصه متعلقه بالترتيبات الخاصه بالعوده للاتفاق النووي. الولايات المتحده تريد ان تعود الى الاتفاق النووي مع ايران، وهذا يعني، واذا لاحظت هذا كان ترافق مع استعداد الولايات المتحده، او بالواقع بدايه انسحاب الولايات المتحده من العراق. القوات الامريكيه تنسحب من العراق، والحلف الأطلسي أعلن أمس أو أول أمس أنه لم تعد لديه قوات قتالية في العراق، وعمليا إجراءات الانسحاب الأمريكي من العراق واضحة. يجب أن يكون واضح للجميع، القوة العظمى عندما تنسحب من مكان فهي تترك فراغا لكي يحتل هذا الفراغ طرف آخر. عندما تنسحب الولايات المتحدة من العراق وتترك فراغا في العراق، فمن أجل من؟ من أجل أن يحتله من؟ واضح تماما أن جو بايدن ينسحب من العراق لكي يترك الفراغ لصالح إيران. إيران هي التي سوف تحتل الفراغ أو باقي الفراغ إذا كان في باقي فراغ، لكي تستولي على العراق أو تدير العراق كما كانت تفعل في السنوات الأولى للغزو، وكانت تفعل ذلك بالتعاون مع الولايات المتحدة. لاحظ الجيش الأمريكي كان متعاونا مع الميليشيات التي تحكم العراق اليوم، إلى درجة أنه كان يمارس بالنيابة عن هذه الميليشيات كل أعمال التعذيب والملاحقات والطرد والقصف والضرب وإلى آخره. حاصر الفلوجة، ضرب الرمادي، أقاموا معسكر التعذيب في أبو غريب، ارتكبوا الشنائع ضد العراقيين إلى آخر. من أجل من؟ كل هذا فعلوه من أجل أن يخدموا مصالح الميليشيات الإيرانية. الآن عندما جاء الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة وبدأ الخلاف بينه وبين ألغى مشاركة الولايات المتحدة أو انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، نشأت مشكلة لإيران، لأنها أصبحت تحت العقوبات من جديد، وبالتالي حركت هذه الميليشيات لكي تبدأ بضرب القوات الأمريكية. جاء جو بايدن لكي يقول للإيرانيين يعني تعالوا يا ناس، خلونا نرجع نعود إلى الاتفاق النووي، وهذا ما حصل. بدأ النقاش من أجل العودة إلى الاتفاق النووي، والإيرانيين ضغطوا من أجل عودة متزامنة إلى آخره. الغاية من العودة إلى الاتفاق النووي هي أن تأمن الولايات المتحدة على مصالحها التجارية والمالية في العراق، مقابل أن تتيح أن تحول العراق إلى محافظة إيرانية بواسطة الميليشيات الإيرانية. اليوم